لي اش كديروا في كليه الحقوق؟ قلت لي اللي خدا البكالوريا كيدخل. شاف فيا بالانجليزي انا انجليزي قال يو ار كريزي. هيا فقره ولدي في كندا حتى تولي اربع سنين حتى تدوز اربع سنين دوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل. ومن بعد كتجي كدوز واحد الامتحان حتى تقرا القانون. ولا بغيت تقرا القانون خصك 19 في المعدل. نعم ولدي عنده جوج الاجازات وعنده في موريال لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. لا ما عنديش جريمه باش نفتح تحقيق. اللجنه شرفت على الامتحان خرجت دوك النتائج انا كنثق في اللجنه ديالي. حاش غندير تحقيق غير واحد جالس في القهوه يقول لي هذا التحقيق فتح التحقيق. ما تعرفش شحال وهبي كاين في المحاماه؟ راه 42 وهبي كاين في المحاماه. واش كلهم كيجيوني؟ واش غير لان هذا سميتو علي هذا سميتو علي صافي دار البوم؟ اللي نجح نجحوا. بغوني ننشر اللائحه ديال الساقطين والناجحين والنقاط نشرهم. وغير بالسميه والرقم غير ما تصدم شي واحد. ثانيا ان اللي صحاح ما صححش انسان صحات الاله. بغيتو نشوف نوري لكم الالات ونديروا لكم لي كوبي وتشوفوهم كيفاش كتصحوا. شوف لي كوبي تسعود الناس جالسين وكنشوفوا لي كوبي دايزين تسعود الناس جالسين. واخا يدخل واحد ويدخل جوج واش غيدخلوا الاف. ثانيا السميه راه ديما كاين رجع اللوائح اللي فاتوا غير كيقلبوا عليهم من هنا ومن هنا. ثانيا خلقت منصب 2000 منصب شغل بينما كانت عليا ضغوطات باش ما نفوتش 600 500 منصب. ورغم ذلك قاومت هذه الضغوطات ودرت 2000 منصب شغل. ودابا انا كنخلق مناصب شغل وواحد تيقول لك ولكن السيد الوزير بعد كيقول ان اسماء السياسيين ومالهم هذوك ماشي مواطنين ما عند... لا هذوك ماشي مواطنين ما عندهم الحق ينجحوا. شوف ولاد لا 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 شحال هما 60 70 راه نجحت 2000 100 راه نجحت 2000 شفت الفافوري. لو كنت درت 900 ديال ولاد المحامين ونجحت 50 ديال واخا. ثانيا السميات راه في المغرب كلها كتشاف. كتعرف شحال وهبي كاين في المحاماه؟ راه 42 وهبي كاين في المحاماه. واش كلهم كيجيوني؟ واش غير لان هذا سميتو علي هذا سميتو علي صافي انتهى الموضوع. علاش كتقلبوا تفسدوا لواحد العمل ديالو؟ شتوا الهرب اللي داس بيني وبين المحامين على الامتحان؟ خلقت فيه 2000 منصب شغل. في الوقت خصكم تساندوا لي؟ لا علاش درتيها؟ ما نخلقهاش نخلي 2000 الناس كدور في الزنقه. كتعرف انا خديت قرار ممنوع نمدد لشي واحد في وزاره العدل نمدد له التقاعد. كتعرف علاش منعتها؟ لسبب بسيط انه في اطار اتفاقيه كانت دارتها وزاره العدل وزاره الماليه كتقول لك اي واحد خرج التقاعد ذاك المنصب كتحوله الى منصب شغل. تقول انا عندي ناس في الزنقه دراري صغار مساكن ما عندهم فين يخدموا شباب جازين علاش ما نخدمهم؟ وبناء عليك كنرفض هنا الموظفين ما عجبوش الحال تيقول لك علاش ما كتمدد لنا الوزارات كلها كتمدد؟ تنقول لي لان الا خرجت انت غادي ندير منصب شغل غادي ندخل واحد السيد مسكين خلق توا الاسره ديالو وكذا. لا ما عنديش جريمه باش نفتح التحقيق. اللجنه شرفت على الامتحان خرجت دوك النتائج انا كنثق في اللجنه ديالي. علاش غندير تحقيق غير واحد جالس في القهوه يقول لي هذا التحقيق فتح التحقيق؟ راه فيها قدره النيابه العامه فيها قدره الرئاسه فيها قدره كل شيء ديال وزاره العدل. كيفاش هادو زعما كلهم خايبين؟ هذاك اللي جالس في القهوه في فيسبوك كيكتب ولا هذاك اللي سقط هو اللي مزيان؟ اسمحوا لي اسمحوا لي. ودابا 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 المعتقلين ما همكم هذوك اللي على برا اللي همكم. لا طبيعي طبيعي لان النتيجه اللي خرجت النتيجه النهائيه اللي خرجت فيها 800 ناجح. فاش قلت لهم لا نقصنا شيء اما باش ندوزوا 2000 حيت وصل 2100 وشي حاجه قبلتها. علاش؟ لانه انا ما عنديش حدود في مناصب شغل. هذه مهنه حره لو كان فيها حدود في مناصب. هو عندي دابا 85000 مرشح للمنتدبين القضائيين عندي 260 منصب شغل عباد الله. غادي يقولوا لي دوزتي الملائكه خلي الشياطين ولا العكس كي غندير؟ ها هي عندي 85000 مرشح ل 260 منصب شغل ودير انتيا. عندي شحال واحد تيخرج في الايكونومي؟ عندي شحال 20 ولا 22 واحد منصب كاع غندير لهذوك الالاف اللي كيتخرجوا. شوف واحد النهار كنت مع عميد كليه الحقوق في مستوى عالي في دوله عاليه. قال لي اش كديروا في كليه الحقوق؟ قلت له اللي خدا البكالوريا كيدخل. شاف فيا بالانجليزي انا انجليزي قال يو ار كريزي؟ هل انت احمق؟ قلت له علاش؟ ما تيدخلش لكليه الحقوق الا عنده 19 في المعدل. والله ما تدخل ليها حتى تدوز اربع سنين وتجيب شهاده يفعل من الاجتماعيه يفعل من النفسيه في الاقتصاد عاد عندك الحق تمشي تدوز كليه الحقوق. هيا فقره ولدي في كندا حتى تولي اربع سنين حتى تدوز اربع سنين دوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل. ومن بعد كتجي كدوز واحد الامتحان حتى تقرا القانون. ولا بغيت تقرا القانون خصك 19 في المعدل. ولدك استاذ نجح في الامتحان؟ نعم ولدك نجح في الامتحان. ولدي عنده جوج الاجازات وعنده في موريال لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج.